كيف نستطيع تحديد أفضلية الأعمال؟ هل يكون ذلك بناء على النفع المتعدي للآخرين أم يكون بناء على المشقة والجهد الذي يكون أصلاً في العمل وليس بمتكلف؟ أفضلية الأعمال تعرف بالدليل يا أخي، بالدليل، ما تعرف بالاجتهاد أو بالتحري، إنما تعرف بالدليل. فما دل الدليل على أفضليته أخذنا به، ما لم يدل عليه دليل ما نقول هذا أفضل. نعم.